في حدا عم يصورنا بهديك السيارة، لازم نمسكه. حاضر معلم. شو عم تستنى؟ تحرك. البنت رح تموت بابا. لك وينك يا سيف؟ وينك؟ رد يا سيف. حدا تأذى منكم معلم؟ لا ما حدا. سكر كل المداخل بسرعة وبتخبر الشباب يوقفوا على الباب الرئيسي، ما بتخلي حدا يفوت وما بتخلي حدا يطلع من مكان، وما بدي حدا يجي لهون بنوب. مثل ما بدك معلم. نجيب الدكتور معلم؟ لا روح على شغلك. مراد معلم، ميماتي ليش راح هيك؟ معقول يكون عم بيشك بأمرنا؟ لا عبد الحي ما بيشك، بيكون محتار. ميماتي طيب كتير. إذا سمعوا بهالشي رح يقولوا في خلل بجماعتنا. يعني قصدك بالشوارع؟ إذا انفصل أي جزء من جسم الإنسان رح يضمر ويموت. بس أنا بحب ميماتي كتير وما رح أسمح بهالشي. بيجوز هو كمان بيحبني. ألو؟ أنا محمد قرخان لي يا مراد. تفضل. بدي منك تجي لعندي على البيت هلأ وبسرعة، في موضوع خاص كتير. اتصلت بسيف مع ملاقيه، جيب معك شباب ثقة، لا تتأخر لو سمحت. أنا جاي فورا، بدي كم شاب قبضاي ويجيبوا معهم أسلحتهم. لوين معلم؟ لعند القرخالي. لك وقعنا بالفخ، قتلوا المرأة بعدين صورونا مشان يتهمونا بقتلها. الحقوا قبل ما تنزل صورنا بالجرايد. لاما لك ما حدا كان بيعرف انه نحن جايين لهون. على مالك حبيبتي، على مالك. يلا ارتاحي. ايوه اهدي صفية حبيبتي، لا تخافي، هدي اعصابك. بابا نادية رح تموت. انتي لا تاكلي هم، كل شي رح يكون تمام. بابا ليش ماما قوست نادية؟ منين جابت المسدس؟ وليش لا تساوي امي هيك؟ لانه نادية كانت رح تقتلنا كلياتنا. بترجاكي توقفي جنب امك لحتى نشوف شو رح نساوي.
يلا حبيبتي، يلا بنتي، يلا. ما كانت بدها تقتل محمد يا سبب. طيب ليش؟ مين بعتك لهون؟ مشان الله ما بدي موت هلا. إذا قلتي كل شيء بوعدك إني ساعدك مشان ما تموتي. يلا احكي، مين بعتك لهون؟ مشان الله ساعدني. بابا بترجعك تطلب شيء دكتور، رح تموت. احكي مين بعتك لهون؟ وشلون قدرت تفوتي هالسلاح لبيتي؟ مين انت؟ أكيد في شي سر بالموضوع. طيب وين السيف يا ترى؟ وليش محمد قرخالي ليتصل فيني شخصيا؟ معقول ناصبين لك شي فخ؟ طيب ليش ليقلي جيب جماعتك معك؟ لو قال لي تعال لحالك كنا قلنا هيك شي. طيب معلم شو بدنا نساوي هلا؟ لصالح مين بدنا نشتغل؟ وشو هو هدفنا؟ نحن مع المافيا ولا مع الدولة؟ والله ما عم اعرف شيء. إذا كنت أنت هيك عم تفكر كمان يا عبد الحي، منوقف السيارة على جنب وبتنزل منها وبتروح. هدفنا مبين، رح نبقى مع الدولة لتنتهي المافيا. المافيا يلي زعيمها هلأ القرخانلي. السيارة وقطع الطريق عليه. ماشي معلم. يلا احكي. بابا شوف ما عاد فيها تحكي بالمرة. ماتت. محمد ما رح يموت. محمد ما رح يموت. We'll be right back.
طلع بعيونه منيح وقل له انه كل شي رح يكون احسن بدونك. حط رصاصة براسه، ما رح تجيك احسن من هيك فرصة. البيت تحت سيطرتي، عدوي بايدي هلأ. اوصوا على راسه، يلا مراد اوصوا على راسه، وهيك بيخلص كل شي برصاصة واحدة. لكوينك. نرجس، جارتنا ليش تاركة بابك مفتوح هيك؟ صباح خانم، صباح خانم، صباح خانم، صباح خانم، صباح خانم، صباح خانم. لك شو صاير هون؟ سيد طلب المعلم مراد جوا. انت خليك هون. حاضر معلم. من وين اجت هالمرة؟ بابا يا ريت تضلي مع أمك، لا تخافي، نحن بأمان هلأ. ماما شو هالحياة اللي عم نعيشها؟ لما فتت على الغرفة شفت نرجس والمسدس بإيدها والبنت واقفة قدامها، وقبل ما اتدخل قوصت البنت فورا ووقعت على الأرض. طيب منين جابت هالمسدس وليش قوصت على البنت؟ لهلأ ما فهمت. كان في كاتم صوت على الأرض. مين هالبنت؟ خادمة عنا اسمها نادية، ما صار لها كم يوم عم تشتغل عنا. وكيف قدرت نرجس خانوم تاخذ المسدس من ايدها؟ والله لسه ما بعرف شي يا مراد. سيف وين كنت؟ وقعنا بفخ يا معلم.
الله يلعنهم. طلبت منهم يقلعوها قبل ما أطلع من هون. الحقيرين صوروني لما كنت عند المرأة، وكان لازم إلحق اللي صورني. عند أي مرأة يا سيف؟ صباح. قلت صباح؟ لقيتها مقتولة ببيتها. لك شو عم يصير يا سيف؟ كان في حدا نصب لنا فخ مرتب، والغريب ما في حدا بيعرف إني رايح لعندها. كانوا بدهم يتهمونا فيها. مين اللي قتل نادية؟ في جهاز تنصت هون. كلياتنا تعودنا نحترم المعلم مراد شو ما صار، بس أحياناً منلاقي فرعين بالطريق. نحن انفصلنا عن بعض مو منشان تضعف قوتنا، منشان تقوى قوتنا أكتر بهالعالم. وهذا المهم. ما رح أطلب منكم تجوا معي، ويالي بيحب يبقى هون ما يجي معي أبدا، وما رح أسأله ليش ضل هون. المعلم مراد بيعرف؟ ليش ما خبرنا بهالشي؟ المعلم مراد بيعرف كل شي، بس القرار قراري. لو كان انفصالي قراره هو لكان خبركم. أنا رح أبقى مع السيد مراد. بس ما تزعل مني. أنا جاي معك معلم. وأنا كمان معلم. وأنا كمان جاي معكم. لوين جاي بدون ما تعرف لوين رايحين؟ ما في شيء أصعب من الموت. رح روح لوين ما بتروحوا. وإذا قلت لك ما رح تروح؟ إذا الشغلة فيها نسوان بعتذر منكم، حالف يمين. بس أنا مستعد روح معكم ولو على الموت. افترقنا يا عمران. أنت ومين يا ماتي؟ أنا والمعلم. أنا ما بصدق هالشي. وهلأ بتجي معي ولا لا؟ لا لا تسوي هيك شي يا ماتي. أنا كثير عانيت من الانفصال. مو حلوة إنك تنفصل على المعلم مراد. كل شي نصيب. أكيد عم تحكي هيك مشان أرجع على الضيعة. أنتوا عم تمزحوا، عم تتمسخروا علي؟ لك بزمتكم خبروني لوين رايحين. نحن عم نمزح عمران. ما بيفرقنا غير الموت. شو عم بيصير هون؟ لوين راح المعلم ماتي؟ وين المعلم مراد؟ أنا كتير تعبان عمران، وما فيني أحكي ولا كلمة. يا الله. بتفتشوا كل الغرف منيح. والله هالشغلة بتحير يا معلم. كيف فوتوا أجهزة التنصت لجوا؟ لسه ما بنعرف من إمتى هالأجهزة بالبيت يا عبد الحي. بيجوز لما كانوا عم يبنوا البيت، وبيجوز فوتون مع العفش، أو بيجوز البنت تكون فوتتهم. طيب معقول بنت تقدر تعمل كل هالشي لحالة؟ مو لحالة، بس يا ترى شو كان سيف عم بيساوي ببيت صباح خانم وقتها؟ وهنن من وين بيعرفوا ورا صباح خانم أساسا؟ طيب مين اللي قتل صباح خانم؟ أكيد كان عنده معلومات مهمة، أو رح تحكي شي، أو كان وجودها خطر. ومعقول ما حدا قدر يعرف مين الشخص الثالث اللي بالصورة؟ معلم إذا بتسمع مني ما لازم نعمل شي بدون مساعدة الدولة. شو رح يطلع بإيد الدولة لحتى تساوي يا عبد الحي؟
ما بدي وصيكم يا حسن، إذا صرحوا لنا أنه سبب وفاته أزمة قلبية تحفروا قبرة وبتطالعوها. ماشي سيدي. بالأول طلعت من بيتها صورة كتير مهمة، وبعدين جثتها. الشخصين اللي بهي الصورة سيد أصلان وصباح خان ومن قتلوا، يا ترى الشخص الثالث عايش؟ بتروح بتجيب هالصورة فورا وبتعطيني إياها. مدحت ما خبى هالشي عنا هيك على الفاضي، وهالمحامية ذكية كتير، أكيد في معها نسخ من هالصورة. معلم أكيد رح تقلنا ما معها. روح وحاول تخوفها مشان ما تحاول تكذب علينا، حرام عليها، لساتها بنت صغيرة وهي ما بتعرف شي. مدحت رح يستخدمها ضدنا، لازم يعطونا الصورة بالأول وبعدين بينسحبوا. والطابة هلأ بملعبنا نحنا. بابا حول كل أمواله لمراد على مدار. حولهم عن طريق البنك؟ بيساووا هاي الشغلات بدون ما يلجأوا للبنك، لأنها أساساً مو مسجلة بالبنك. أول شي ليش عطاه هاي المصاري؟ وثانياً نحنا ما فينا نثبت هذا الشي لأنه المصاري ما له بالبنك. وثالثاً نحنا فينا نثبت هذا الشي بطريقة واحدة، مراد يقبل يحكي قدام المحكمة، وأنا بعرف منيح أنه مراد ما رح يقبل هذا الشي. أنت سأليني شو ما بدك، وبعدين أنت ساوي اللي بتلاقيه مناسب. طيب أبوكي ليش ساوى هيك؟ ومراد شو بالنسبة لأبوكي؟ قدام كل الناس هو صهره. أنا فكرت إنه الخطبة بس مجرد لعبة. هيك شي، هو حب يساوي الشكليات وبس. وبابا بعت ميرال لبرا. شو السبب؟ لأنها كانت على علاقة مع واحد عدو لبابا. هذا الشي رح يفيدنا كتير بالدعوة. إذا قبلت ميرال خانم إنه تشهد لصالحنا بالمحكمة، أكيد حكم المحكمة رح يكون لصالحنا مدام نسرين. بس ميرال ما فيها ترجع لهون. بس نحنا فينا ناخد إفادتها عن طريق السفارة التركية، يا ترى بأي بلد هي؟ معلش أنا ما بدي دخل ميرال بنوب. بس نحنا مضطرين عليها، بجوز أختك ما تقبل ترفع دعوة على أبوكي، بجوز تقلك ليش عملتوا هيك من غير ما تاخدوا رأيي. رجاءً خلينا نسكر على موضوع ميرال، ما بدي نذكر اسمها أبداً بالدعوة. هذا المكان بيفي بالغرض هلأ، ومننتقل لمكان تاني لما مننهي شغلنا. معلم شو بدنا نساوي هلأ؟ رح ندفن صاحب السفينة، وبعدين رح نلاقي شي مهم نتسلى فيها. معلم انت شايف الوضع، الكل بيعرف انه نحن من جماعة السيد مراد، شو رح نحكي بالشارع؟ ما رح تقولوا انه انفصلنا عن حدا. المعلم مراد سحب ايده من الشارع، ومن هلأ رح تقولوا صارت الشوارع لميماتي. عدنان بدي منك تراقب لي حركاته كتير منيح، وين بياكل، وين بيشرب، وين بينام، وين بيتواجد، ومع مين بيحكي، قديش عدد زلمه. بساوي كل هالشي لحالي؟ سلطان انت روح اجمع لي كل الشباب القدماء يلي كنا منسق فيهم ودربهم منيح. لا تاكل هم معلم. ما نجحنا بمهمتنا الأخيرة، ما رح نساوي شي إذا ما غسلنا عارنا بالأول. ما بدي أي أخطاء. يلي صار ما فينا نحصره بنادية لأن شغلة أكبر منا، بس ما في باب إلا وفي إله مفتاح، ولازم نجمع كل المعلومات والأدلة عن محاولة اغتيالك. سيف رح يهتم بالموضوع. إذا أنتوا بتوافقوا على رأيي بهالموضوع، أنا بشوف أنه مراد أحسن مني لهالمهمة. طيب ليش؟ لأنه مراد شخص من برا، يعني شخص مو من عنا ومو من البيت، وراح يكون له وجهة نظر تانية أحسن. وبجوز أنا كمان أصر بشي شغلة وبدي من مراد يساعدني فيها.
أنا جاهز لحتى أهتم بالموضوع إذا ما عم تكون مانع. بس أنا بدي هالموضوع يضل سر بيناتنا وما يطلع لبرا يا مراد. لهيك أنا بشوفك شخص من عيلتي يا مراد، وطبعا إلي الشرف إنك تكون هيك. أنا بدي أسمع من الكل وبدي أعرف منهم كل التفاصيل، وأكتر شي حابب أعرفه هلأ من وين نرجس خانم جابت المسدس. قلت صباح خانم ماتت؟ مع الأسف لقوها ميتة ببيتها. والله زعلت عليها. والسيد ضوغان بعتني لخبرك إنك بخطر كبير يا أنسة رهف، ولازم تحمي حالك وتسكري على قضية علي جاندان وما عاد تفتحيها أبدا. وقال نحن يلي رح نتابع هي القضية ونعرف تفاصيل الموضوع. أنا ما عاد أثق بحدا بعد هلأ، وأنا كيف بدي أعرف إذا ما أنتوا بعتوا حدا من طرفكم وقتلها لصباح خانو؟ رهف خانو ما في داعي تعرفي هي التفاصيل هلأ. موضوع هالصورة مهم لأنه عنا جستين، ونحن لهلأ ما توصلنا لمعرفة هوية الشخص الثالث يلي بالصورة، ومنظن كمان إنك لسه ما توصلتي لأي نتيجة بخصوص هالموضوع. ماشي، بس لسه ما رجعوا لي الصورة. أنتوا رجعوها. بعدين الشغلة بتتعقد كتير. رجاء أن تعطيني نسخة عن الصورة أنسة رهف. ما معي. رهف خانم، بحب خبرك إنه رفقاتك وعيلتك وكل المقربين منك بخطر. لازم تثقي فينا منيح. بعرف، بعرف إنه هالموضوع رح يتعبك يا نرجس، بس نحن مضطرين لهالشي. وبدي تحكي لي بصراحة، من وين جبتي المسدس؟ أنا حلمت حلم يا محمد. شفت المنام مرتين. أنا شفت البنت. كانت نادية؟ إيه. أنا حكيت لصفية عن الحلم بس ما كانت تفهم. كان حلم بشع كتير. كانت البنت عم تقوصك. أنا شفت دمك على الكتاب والتخت. امبارح شفت الحلم مرة تانية، بعدين فقت من الحلم وقمت من التخت. وتعذبت نرجس كتير لحتى وصلت لعند الباب ونادت صفية، بس صفية ما كانت تسمعها وصارت تطلع على الدرجة شوي شوي لوصلت، وبعدين صارت تتفتل بالغرف. لوصلت لعند غرفة نادية، وبعدين لما فاتت على غرفة نادية كانت رح تغمى وما عاد تقدر توقف على رجليها، وكانت لسه ما بتعرف على شو عم تدور. إحساسها اللي خلاها تفتح شنطة البنت، سحبت الشنطة لعندها وفتحتها ولقت يلي عم تدور عليه قاموس فرنسي، كان من الكتب يلي موجودين بمكتبتي. وبعدين لما راحت نرجس لتدور على نفس القاموس بمكتبتي شافت القاموس، بس لقت بقلبه مسدس. أخذت المسدس من القاموس، بعدين رجعت القاموس لمحله، حملت المسدس وإجت لعندي مشان تخبرني. ولما بدها تطلع من الغرفة سمعت صوت جاي من الباب الخارجي. نادية فاتت على الغرفة وحطت صينية القهوة على الرف، وأخذت كتاب من الكتب
وما أخذت القاموس. طالعت كاتم الصوت من الكتاب وبعدين أخذت القاموس، بس ما لقيت المسدس فيه. تفاجأت كتير، طلعت نرجس قدام البنت فجأة ووجهت المسدس عليها. نادية حاولت تاخد المسدس من نرجس وصارت تتوسلنا لتعطيها المسدس، ولما فتنا أنا وصفية لنشوف شو عم يصير. محمد ما رح يموت. تركي هالمسدس محمد، ما رح يموت. ما حدا رح يموت ابدا. اعطيني المسدس لشوف. ما رح يموت. هو قال لي جيبي لي، ما رح اذي ابنه. يلا اعطيني اياه. كان في علاقة بين صفية خانم ونادية؟ ايه في. صفية ما بتقطع علاقتها مع اي حدا، وحتى لو كان بيناتهم في فارق طبقي. فيني احكي معه؟ انا ما بعرفك بنوب، ورجيني هويتك. ما في داعي لهالشي، انا بعرفه منيح. انا ما عم افهم، كلهم ببينوا جمنا، واللي انقتلوا كانوا هيك كمان. طيب هلأ إذا وثقنا فيك وطلعنا برات الموضوع وانسحبنا وعطيناكم الصورة اللي معنا، فجأة بالليل أو بالصدفة بتهب ريحة قوية وبتسد مداخن البيت ومنختنق كلياتنا نايمين نفس النومة ميتين ومتسممين بالدخان يلي بالبيت، كيف رح نضمن هالشي؟ اسمك حسن مو هيك؟ قول بصراحة مين بعتك. حكمة لا تساوي هيك. أنا ما عم ساوي شي. إذا السيد حسن معنا يعطينا علامة عن علي جاندان، وقتها بعطيه الصورة وروحي معه. أنا ما بعرف علي جاندان شخصيا، بس دققت بملفه منيح، وفيني قلكن إنه بمهماته الخارجية اللي قام فيها وهو بعيد كان اسمه الحركي، كان اسمه حكمة. كمان عم يورطنا بأعماله؟ بترجاكم لا تخدعونا انتو كمان. أنا عم بترجاكم، وأنا عم بترجاكم باسم علي جاندان لا تخدعونا. كانت بنت غريبة كتير، حاولت كون معها مثل رفيقة، وكنت أقعد بالمطبخ على طول وحاكيها، بس تهربت مني وما تحب تحكي معي. وشو كنت تحكي معها؟ كنت أسألها وهي يا دوب تجاوبني. سألتها عن عيلتها ويا ترى إذا كان عندها شي إخوات، وقالت لي عندها أخ دكتور. عطتك اسمه أو مكان سكنه؟ لا، وقالت علاقتها بإمها مو زيادة وكانت تتسكر على الموضوع. غير هيك
قالت لي إنها تركت حبيبها قبل ما تبلش بالشغل، كانوا رح يتزوجوا بس كان غيور ومشان هيك نادية تركته. ما قالت لك اسمه؟ لا. طيب غير هيك؟ والله ما عاد اتذكر شيء. طيب ليش انتوا اللي عم تحققوا معي بدل الشرطة؟